الأماكن المعالم السياحية. شكرا. صباح الخير. الساعة الحين 4 الصبح، راح ألم أغراضي وأروح المطار، بنروح نشوف روما. يلا أخيرا وصلت روما، وأنا الحين بالفندق. راح أوريكم الغرفة، راح أوريكم الفندق. الفندق وايد حلو، أنصح أي أحد يبي روما يسكن بهالفندق. فندق صغير حلو، موقعه وايد قوي. هذا اسم الفندق راح أحط لكم الحين، تشيكوا على بوكينج. هذه الغرفة، هذا السرير، هني حاطي لكم مكان عشان تحط فيه الجناط. هذا الخزانة أو الكبت، داخلها السيفتي بوكس. عندنا ثلاجة، كل يوم يحطوا لك بطلين ماي، غلاية الماي مع القهوة، تلفزيون. هني الحمام، حمام صغير شوي بس وايد نظيف. واللي أهم من كل هذا موقع الفندق، أغلب الأماكن اللي أنت تحتاج تزورها في روما موجودة حوالين هالفندق. تعالوا الحين خلينا نطلع برا ونستكشف المكان. يلا مثل ما انتم عارفين، روما هي عاصمة ايطاليا، وايام العصور القديمة كانت روما هي عاصمة الدولة الرومانية. روما تعتبر اكبر منطقة في ايطاليا، ويسكن فيها تقريبا حوالي 5 ملايين شخص. مجرد ما اني طلعت من الفندق على طول وصلت الكولوسيوم، كهوة الحين قدامي، يبي لي دقيقتين يمكن على ما اوصل. راح اروح اشوف هناك، لان قالوا لي وايد زحمة ولازم تكون موجود مبكر عشان تاخذ تذاكر. هذا هو الكولوسيوم كهوة وراي، وصلت. الحين خل نروح ندش داخل. يلا اخذت التذكرة، قيمتها 12 يورو، تجي عند باب الكولوسيوم، توقف بالدور، تاخذ تذكرتي قيمتها 12 يورو تدخل كل مكان الكولوسيوم. قبل ايام العصر الروماني كانوا يبون 2 من المقاتلين بهالمكان هذا اللي هو الكولوسيوم، ويخلونهم يقاتلون مع بعض، او كانوا يبون حيوان مثل الاسد او النمر، ويبون المحارب ويخلونهم يتصارعون مع بعض ويشوفون عاد من يفوز فيهم. شلون احنا ما عشنا بذاك الوقت. انصح اي احد يبي يزور الكولوسيوم يكون موجود عند الباب الساعه 8 الصبح، ما راح تنطر وايد، نص ساعه ويفتحون الباب وتدخل اول واحد، احسن ما تنطر. الحين انا شايف الزحمه قدامي وايد ناس ناطرين. من الأشياء اللي كانوا يسوونها هني، كان أي واحد عليه حكم إعدام كانوا يبونه يعدمونه بهالمكان. يعني جولة الكولوسيوم تقريبا راح تاخذ منك ساعة، ما يسوى انك تنطر برا ساعتين لثلاث ساعات على ما تحصل تذكرة، تعال مبكر احسن. اول ما طلعت من الكولوسيوم اكو المعلم هذا وراي، اسمه اركو دي كوستانتينو او قوس القسطنطينيين. الجو حار وتعبت، لازم اكل شيء بعدين اكمل.
لحم ما كليت ولا شيء. هدور لي مطعم اكل بعدين نكمل جولة. ما انصح ان تاكلون بالاماكن السياحية او اماكن المعالم السياحية. شكرا. حاولوا تدشون بين السكيك الضيجة راح تلقون وايد مطاعم حلوة. الحين راح اروح مطعم اوريكم اياه. قطعتين بيتزا ماي 3 يورو بس. تاكل برا احسن ما تاكل في الاماكن السياحية. بعد ما اكلنا وجرسنا البطن خل نروح نشوف مكان ثاني. يقول لك اللي اسسوا مدينة روما اخوان اثنين، واحد اسمه رومولوس والثاني اسمه ريموس. امهم كانت كاهنة بالمعبد، والكاهنات قبل ما كانوا يتزوجون، فاستغربوا شلون يولد لها عيال، فاخذوا العيال منها وذبحوها وقطوا العيال بصندوق وبالبحر، فلقيتهم ذيبة ورضعتهم وما ماتوا، فاسسوا روما، واحد فيهم ذبح الثاني وصار هو حاكم روما. هذا شعار مدينة روما، هذه الذيبة، هذين اللي اهل الاثنين الاخوان تحتها. اللي حبيته بروما الشوارع الداخليه الصغيره، اي مكان كبير او عام او في معلم معين تشوفه راح تلقى فيه شوارع صغيره، ادخل بهالشوارع راح تلقى كافيهات، محلات، اماكن وايد حلوه، الشوارع الصغيره هذه كانت متعتي بهالسفره. تريفي فونتين اشهر نافوره في روما، يقول لك اذا قطيت فيها 1 يورو راح ترجع مره ثانيه تزور روما. رايح وبقط فيها 1 يورو. تفضل يا الحبيب. المنطقة اللي يم النافورة تعتبر كلها محلات صغيرة تبيع ملابس، تبيع اكسسوارات، وفي المحلات الكبيرة تحصلونها هني. يعني في بعض البراندات راح تلقونها بنفس الشارع هني. بعد ما تخلص من النافورة وتقط لك 1 يورو هناك عشان ترجع تتمشى بالمكان وتشتري الأشياء اللي تبيها. أنا الحين وراي البانثيون اللي يعتبر أكبر معبد روماني في روما.
ندخل البانثيون هنشوف شنو فيه. مثل ما انتم شايفين في فتحة صغيرة فوق كاهي يدخل منها نور الشمس لما تصير الشمس عمودية، هذه من الأشياء الغريبة بهالمكان. الحين شايفين أشعة الشمس وين صايرة؟ صايرة هني على الطوفة. لما تصير الشمس عمودية راح تنزل وراي هني بالنص، مكان ما الناس واقفين قاعد يصورون راح تنزل عمودية بهالمكان. المكان عند البانثيون وايد حلو، حوالينك كله مطاعم، تقدر لما تخلص تقعد لك بمطعم وتاكل اللي تبيه، او تقعد هني عند النافوره الحلوه هذه تاكل لك شيء. قعدت الحين عند البانثيون لقيت لي مطعم حلو، بس لاحظ ان الاسعار هني نار. تخيلوا قطعة وافل واحدة 8 يورو. الأشياء اللي تسويها إنك تأكل آيس كريم عند أي محل تشوفه قدامك، كلهم حلوين. أحسن شيء وأنت تتمشى بالحر تأكل آيس كريم. تعبت من المشي، بريح مع الشباب خليهم يودوني. مو غلط اذا تعبت شوي دلع نفسك. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco. رجعت الفندق، وصلنا حق نهاية فلوغ روم. أتمنى أن أعجبكم، وإذا أعجبكم لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، وتابعوني بفلوغات ثانية أحلى. مع السلامة.